هاو انت يا الانترا تكفي ملفات. فتحات حقيقية لتبريد الفرامل ديجل باللون الأحمر بالإضافة لشعار إن الأداء الرياضي. جنط رياضي مقاس 19، عندنا كليبرات لون أحمر عليها شعار الإن، برضو الكفرات كلها ميشلين بايلت سبورت. فتحات الإكزوز جدا كبيرة وضخمة وصوتها طربي، عندنا شعار الإن الأداء الرياضي، الشمعات الخلفية مكحلة متصلة، وكمان عندنا الجناح الأسود. فوق هذا كله في سويبر. عندنا هنا وضعية الإن تديك كل الأرقام اللي تحتاجها في السباق، بالإضافة إنك تسوي شخصية السيارة بكيفك. وعندنا الزر هذا اللي بتخليك إنك تحول من استخدام يومي إلى استخدام حلبات، تضغطه تتحول عندك النار. عندنا هنا الزر الأحمر بيديك 10 أحصنة إضافية، دبل كلتش 8 سرعات. ماكينة 4 سلندر تيربو 2.0 بتولد 280 حصان. ديفرنس أمامي تحكم إلكتروني بيديك توزيع للطاقة اللي من الكفر اليمين لليسار عشان تاخذ أفضل أداء على الحلبات. السيارة هذه وحش بضغطة زر.